بسم الله الرحمن الرحيم. أزور ساداتي موالي زيارة مني نيابة عني وعن والدي، زيارة مني نيابة عني وعن والدي ووالد والدي، أخي أخواتي زوجتي أبياني أقربائي أصدقائي جيراني، من حضر في مجلسنا هذا، من كانوا السبب والديهم قربة طاعة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا زين القامة، السلام عليك يا شفيع القيامة، السلام عليك يا أشرف خلق الله، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء مكسورة أضلاع ملطومة منثورة البيت. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، ليتك رأيت ابنتك وهي خلف بابها وحائطها وهي تصيح مولاي يا رسول الله، يا رسول الله اسمع، والله حملها حملها مصيبة ولا نبي مرسل، حملها حملها صدق بنت النبي وحدر حملها حملها، ولكن عينه عندما عصرها ذلك اللعين مولاه، مصيبة ولا نبي مرسل حملها، وصدق بنت النبي وحذر حملها، طلع انكسر وصدر حملها وحملها، وعلي جالس وراعي الحمية، علي علي وعلي جالس وراعي وصولا وصيول النبي قبلك حملها، ابتلاك وانت عز لها علي وحملها، شلون سقط الزهراء حملها، اسمع شلون سقط الزهراء حملها بين الباب والحايط رمية، وبين الباب والحايط بعد والحايط رمية. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى أئمة البقية من حولك، السلام عليك وعلى الإمام الحسن المسمون صاحب القبر المهدور، السلام على علي بن الحسين السجاد أسير الظالم، السلام على محمد الباقر، السلام على جعفر الصادق،
السلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى أبنائك، السلام عليك وعلى عماتك، السلام عليك وعلى أم البنين أم الشهداء الصالحين، السلام عليكم ملائكة الله الحافين بقبورهم الشريفة المستغفرين لنا والعصاة من أمة رسول الله جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا شهيد المحراب، السلام عليك يا يعسوب الدين، السلام عليك يا قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، السلام عليك يوم ضربت فوق ويوم سقطت في محراب ويوم ضرجت بدمائك ويوم تبعث حيا، والصلاة والسلام عليك وعلى ضديعيك آدم وعلى جارك هود المصاف وعلى ملائكة الحافين بقبرك الشريف المستغفرين لزمار جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام على الجسم السليم، السلام على الخد التريب، السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفار. نكتفي بهذه الزيارة. أبواكم بس شيرة صغيرة بس عزل بس شيري زوية بس نوحي على حسين ذبي حبك أربلة عطشان، نوحي على حسين نوحي على حسين ذبي حبك أربلة عطشان، نوحي على حسين نوحي على ذبي حبك أربلة نوحي على ارفع صوت اسمي الحسين نوحي على حسين ذنبي افكار ملا عطشا بالشمس ما ضاح يد عباس العاري بالغاضرية مزع من جروح من الذاري سودة علي زينب لا روح تحت شموي دمع جاري يا اهل الحمية زينب لا روح تحت شموي دمع جاري يا اهل الحمية اسمع حرمة مساوين عذية غلق وجعة وقبل تجي وين نوحي على حسين ذنبي وصل صوتك لكربلاء نوحي على حسين نوحي على حسين ذنبي كربلاء مع شفت النبي يا يصف دمع سكابة والترب صافي والقلب معيوب يقل حسن وانصار خالي القهربي شفت النبي اليوم يصف دمع سكابة والترب صافي وبقلب معلوم يقل حسين وانصار خان الكهربي
شفت بلهدو وبفاد السهب صابة الزواري يعني شفت بلهدو معاني يا أبو عدلة تبلهدو وبفاد السهب صابة الزواري بعد ما بطوح إليه ومن حوله جميع شربا كلهم مطاعي نوحي على حسين نبي كربلاء عطشان وبحرقي الشموس عزيز حسين واصحابه مثل الضحايا أجساد بلا روبنا تراح النساء فوق المطايا وخلي العيد تدوس علي والوحش زوار كلهم عرايا وبين الملاعين راح عن الأرض طوفة ديك الخواتيم وبين الملاعين يسرحت نار الطوفة ديك الخواتيم نوحي على حسين كربلاء عطشان نوحي على حسين نوحي على حسين ذبيح كربلاء عطشان نوحي على حسين بعيد التربة فزت شفت أمين دي ما تجري دمعي تحدى للتربة فزيت شفت فبالي ما تجري دمعي تحدى بالحال خرت لطمت خدودي وصدري قلبي تفطى والجيب شكت عسل وسزت قبري ولكن تنمو والجيب شكيت عسى وسد بقبري ولكن تنظر زينب بالحسين تجي لي من سبة عيد ويا النساوين زينب بالحسين تجي لي من سبة عيد ويا النساوين روحي على حسين اسمع والله نصبها نصبها نزل وبكرب الأخيام نصبها نصبها ولعند الموت رايات نصبها على عليه مقدر من الله نصبها مصارعهم بهت الرضية مصارعهم بهت تربة التربة الرضية ويا والصدر التراب في البتون السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلاء السلام عليك على أختك الحورة أم المصائب والنائب زينب بطلة كربلاء السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك إمامي غريبا الغربة
بعيد المدى مغيث الزوار في يوم الجزاء إمامك الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء شمس الشموس أنيس النفوس المدفون بأرض الروس السلام عليك وعلى بيت السبعة وابنائك الأربعة وعلى أخيك القاسم وعلى أختك فاطمة المعصومة وعلى ملائكة الله الحافظين المحدقين بقبوركم الشريفة المستغفرين لزواركم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك إمامي وإمام الإنس والجان. السلام عليك إمامي وإمام الإنس والجان سيدي يا مولاي الأمان 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 الغوث 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 الساعة 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 العجمة 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 أدركنا أدركنا وأغثنا يا ابن الحسن يا فرج الله جميعا بصوت واحد اللهم كن لوليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى صلي عليه وعلى آبائه الطاهرين تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا أكرم الأكرمين وطهر يا رب قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنك على كل شيء قدير صل على محمد وآل محمد ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابا إلى روح وضريح وشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وإلى أرواح والدينا والديكم لا سيما أرواح والدين مسببين لهذا الاستماع والاجتماع رحم الله من يقرأ لهم وللمؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.